راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات فيها الحلو وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات. في أنا والنجوم مع ريهام مازن. مسافر نعطيك وصايتي اهديها عالبكري، شوف ما يصلح فيه قبل ما تبيع وما تشري. قل للمليحة في الغمار الأسود ماذا فعلت بنفسك؟ يا جنود الله، يا جيوش القاهرة، يا ددم يا ددم. مساء الخير والجمال. أنا عز الأسطول، قد إيه استمتعت في برنامج أنا والنجوم مع الإعلامية الكبيرة ريهام مازن. استنوني إن شاء الله السبت اللي جاي في حوار شيق جدا جدا ومتنوع في الفن وفي حاجات مهمة جدا جدا لها علاقة بطريق الكباش، لها علاقة بالصوفية، لها علاقة ببداية حياتي، لها علاقة حاجات كتيرة. اتكلمنا في حاجات منتهى يعني الأهمية، فإن شاء الله نتلاقى على خير.